الكوارجي. دبرت كوارجي انت عملت تقديم صغير للملاعب عطا برشا للكرة التونسية، ملاعبي من الملاعبية اللي ما انا واحد من الناس نقول ما خذاش حظه برشا لانه كان ممكن ينجم يعمل كارير خير من هكاك برشا، لكنه كما في تونس الكل ديما نتحرقوا في ساعة في تونس الملاعبية نتاعنا، لكنه حقق تتويجات، لعب مباريات، خلى اسمه معروف للساحة الرياضية التونسية. سيف الله محجوبي سيف، مرحبا بك. اهلا وسهلا امين، ومرحبا بمستمعي الراديو ميد، ومرحبا بالاولاد اللي معك امير وزينوب والبنات زاد البنات البنات مرحبا سيف صفاء، مال الامور في رمضان ماشي الدنيا؟ والله الحمد لله بقدر ويا رمضان على خاطر هوني فما شكون طيح القدر مع رمضان. شنو في القروان ولا في تونس؟ والله تونسي ما عملت سالة في القروان. والله انا شو راني اصيل جندوب انا انا القروان لعبت فيها برشا وكورت فيها برشا اي اما بالي انا قروي مي نمشي، عندي برشا اصحابي في القروان، عندي برشا خيال في القروان، عشت برشا في تريسك 10 سنين في القروان، كونت في القروان معناها برشا، قعدت برشا في القروان. علي سالتك على القروان خاطر القروان في رمضان عندها جو خاصه، معناها يقول لك فما القروان القروان معروف على رمضان، معناها ديجا قلت لك عشت برشا برشا من رمضان، معناها ديجا نصلي على النبي نشوف الجو غادي وشوف ليل 27 معناها ناس معناها تجي من بلايص الكل القروان، فهمتني؟ صحيح. وانت توا في تونس كيفاش تعدي نهارك؟ وقتاش تفيق؟ تفيق بكري مأخر كي توانسه الكل ولا؟ بما اني والله ابو عائله انا رئيس تونس، اي كما قلت انت لاعب سابق ابو عائله، انا توا عندي الصغار بنيا وليد ربي يفضلهم، مش كيما واحد كيما حازب كيما واحد معناها معرس، توا تعرف الصغار يقوموا بكري، قبل كنا نتفرهدوا ياسر بطريقتين اللي وقت نحبوا احنا، توا مسؤوليه كبيره واحد يقوم على بكري عنده برشا امور ويقضيها، معناها مشكل عاده. وتدبر انت على المدام الدباره ولا تروح تلقى كل شيء حاضر؟ والله تعذبت منها الحكي، تعذبت طيب اليوم ربي شنو نعمل غدوه، اسمع زيد خليش اليوم وربي يعمل يا سيف سيف انت تعاني في المدام جاك مين هلال قال لك تدبر علي نضحك البارح والله وبارح نحكي معاه يضحك قال لي بيه قلت له وين كل شيء كله يا امير اني انا حتى نسلكها في الدار لو تسيف به الانسان اللي تحب اليوم ظاهره اليوم ليله نص يظهر لي كلها ليله نص اليوم ظاهر لي ما فما حتى طاوله في تونس وفيش كسكسي اليوم اليوم كلها كسكسي جاتك سهله هاك اليوم اليوم سهله وزينب مش جسد لك خلك بيش زيدا بلاش بيش اما عندي منيو هذاك السبيسيال بتاعي انا قلت لك نخليه الغدوة الغدوة ان شاء الله الغدوة به يسمعوا فينا ان شاء الله هاي الناس ونسى اللي يسمعوا فينا في الكوجينة اليوم او كسهلة كلكم كسكس بالعلوش غدوة دبارتكم حاضرة من عند سيف الله المحجوبي باش نبداو هاي اعطينا لونتري نبداو بشربة لسان عصفور هذيك البلان نحبوها والسؤال السؤال الخطير نتاع زينب باش بالعلوش بالعلوش هاي اللي مش يبقى اليوم من الكسكسي يتعدى غدوة للشرب هي لك تريد بالحوت نعملوه بالحوت مين نحبه بالعلوش هذي الشربة عندك شوى عندك يا حوت يا عندك يا علوش يا علوش به كل قدير وقدر عندك البريك هذيك ما تنحاش من الطاولة بالعظم العربي هذيك ما تنحاش جملة والفصل اللي يجري ومخلط العظمه ولا الفصل ولا فص يجري لا لا الحب هكا يعرفها اشتر ثياب وتبدا هكا محليه هكا هاو هكا مخلط الحب هكيك صفرة ديني هكا العظمه تعمل الزت مروبه شوي مروبه شوي وعليها عصره قارص عليها عصره قارص مع العظمه الاولى بتبيعها بتبيعها القارص ما يتنحاش نتعديها يا خويا للدنيا صحيحه تو وسلايت ليه ما تاكلش سلايت؟ استنى عاد سلايت اللي كان بعض العين سبانيوريه خاطر عندي توا عين سبانيوريه رجلنا العين عين سبانيوريه مع سلطه خضراء هيك مع بعضهم للزوز يبداو فهمت هذاكم يتكيو على جنب به؟ يتكيو على جنب عين سبانيوريه تعرف على عندي المراه نتاعي تصلي عني انت تعرف طيبه بكدا اللي عرفتها تعملوها عين سبانيوريه انا خذيت على خاطر العين سبانيوريه سيف الله هذاك عليه سيف الله والعين سبانيوريه تعملوها بالاسكالوب ولا تعملها بالحم مفروم؟ لا بالحم مفروم بالحم مفروم العادي بالحم مفروم هكا تجي فيك العظمه في العظم في الوسط هكا الحكايه من ساعه تفهم بعضكم لا زين ما تعرفش طيب راي سيف حتى طيب ما تصورش تعرف عين اندونيسي عين حماميه يعملوا عين حماميه
ايوا فهمتني هكا. ومن بعد تقع رز بالفاكهه كاسين رمال مع العين اسبانيوريه لازم رز بالفاكهه. رز بالفاكهه وعين اسبانيوريه وصلت اخذ مينو سبورتيف مهبوله هذا اي مهبوله ما زاد كاسح شويه مصروف مصروف في برشا مصروف المنيو هذا سينو مره في رمضان هكا مره هكا بعد ليله النص تعمل تزيد دلل روحك كنا نهارين تاع دليل في رمضان ليله النص ونهار اللي بعده والغله شنو؟ الغله كاو عاد الغله طايحه تو نورمالمون فما دلاع بطيخ شويه شويه خوخ شويه مشماش هذاك خفيف معناه كله في الخفيف كل شيء في الخفيف في الصغير ما تصورش بعد الماكله هذه باش تاكل الغله انت والله كان خلطت معنا مع صالح المازري كان شفت كلام بعد الماكله هذه صالح المازري صالح المازري قال لك من بعد هذا كل ما فيه بس كاس الذراع معها شويه بوزه معها مش كاس صح في ذراع صح في ذراع صالح ما توصل ما يهضم الا من بعد بساعتين زي متر تبارك الله شكون اللي عمل كومنتير على الطول زاد بعده؟ ايه اسامه الوسلاتي قال لي مشكلة ديما تفرق في الطول راهي الحكايه انت والطول نتاع الجوار معناها كل واحد وكيفاش في السهره شنو هو الجو؟ والله يطرب الجو حفلي رمضان ان شاء الله تخرج ولا في الدار؟ لا نخرج بون تو البريد هذه الكل معناها فما انتريمون انترينا قبل شقه مفتر تعرف واحد ديما يخلي روحه على سبورتيف بما اني قاعد نعمل فورماسيون تاع انترنور واحد لازم ديما يقعد في الكورس فهمتني على ذا جيت نسالك في الليل القهوه ديك ما تنحاش معناها في القهوه ديما تروح الرامي ما يتنحاش هذاك لازم منه رمضان ما غير رامي ماهوش رمضان راه كي انا مرتي انا كرهتني على خاطر راني في رمضان والله العظيم قلت لها شوف راني اعمل تحب علي القهوه ذيك تروح الرامي نتاعي ما يتنحاش نروح الدار يدون تروح الرامي الجو تاع رمضان وواحد اون بليس كنت قبل في ستاجات ديما وديما كوره وكذا ما نجمش عرفت تو لقيت روحي كملت الكوره ما صدقت الربي صدقت الربي تقول لي ليه معناها سينا وشنو جديد صيف الله تو كان بعد ما كملت الكورة كما قلت أنت توا وليت رب عائلة لكن يظهر لي عندك مشاريع أخرين في السبور بيان سور قلت كما قلت لك قاعد نعمل فورماسيون تاع نعمل في ليديغري ان شاء الله نكملوهم على فكره ان شاء الله اون بليس واحد عنده مشاريع معناها خاصه على ليه فيها وان شاء الله الحمد لله يا ربي واحد فوزي قال لك عند فوزي تسر واحد عشرف كبير واحد عشرف كبير ياسر سرنا عند فوزي ويعمل فورماسيون عند فوزي ماك شفت فوزي تو ليه ديجا في الاشتراك حتى لو كان يسلك الروح ويسلك الروح دونك عشان تشامبيونز ليغ ودخل على واحد هذاك عليه واكيد راك تتبع في الترجي وفي الكيبات التوانسه الكل زاد في المنتخب اللي سنه في ماتش كبير نهار الاحد ضد المنتخب المصري دونك سيف مشكور على الدوارة اليوم وان شاء الله ديما نشوفوك متالق وعلاش ما نشوفوكش زاده مدرب كبير كيما كنت ملاعب كبير سيف الله المحجوب عايشك شيء طيبه شيء طيبه شيء طيبه الاولاد عايش عايشك شيء طيبه باي باي عايشك سيف الله المحجوب دونك اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي كانت دبارة اليوم سامباتيك اي لا سامباتيك محلي سيف الله لا متربي هو راهو متربي وكورجي كلهم راهو عندهم روح الدعابه خاطر في ستاجات راهو حتى اللي يكون ماسط يدخلوه في الجو اولاد حوم شعبيه كورجي كوارجي يشوف الدنيا الكل خاطر ديما في استاجيت ما يعيش برشا في الدار معناها ديما هو من استاج لاستاج خلطه باهيه ما خلطه بلطه شربه لسان عصفور بالعلوش ولا بالحوت هذايا الشربه بريك بالعظم العربي بيركز على العظم العربي عين سبانيوريه وصلاتها خضراء العين سبانيوريه باللحم مفروم مش بالاسكالوب روز بالفاكهه باش يعدي به العين سبانيوريه الديسير دلاع ولا بطيخ ذي هو دونك دبارة نتاع سيف الله المحجوب الانساء اللي يدبروا في دبارة غدوة ديما الديسير زاد نذكروا امين اللي الديسير ماذا بينا ديما نخليوه بعد ساعة ونص ساعتين باش ناكلوا الديسير باش هيك كيف غلة غلة والا اي حاجة يكون جلاس نجم تاكلو تك تك الجلاس بعد الماكلة اي حاجة شوف اي حاجة تتاكل بعد الماكلة ديريكتومون تنجم تقلق وما تخليش لابسوربسيون نتاع الفيغ تصير وهكاكا معناها المنافع اللي انت خيطهم من الماكلة نتاعك مش باش تحصلها اذا كان باش تاكل ديريكتومون بعد التي والغلة ولا غيره داكور دو فوالا دونك اوكي اوكي زي والله العظيم لا يطبقها واحد يسمع فيك والله انا نكمل ناكل ومطيش برج الليع من غادي نتفرج فيه تقول ليه انا معروفه لا تعرف راغب انا معروفه في العائله الكبيره اني نعمل هكا معناتها نطبقتها الحكايه هذه بالحق معناها زينب ما تاكلش الغله بعد الماكله زينب تكره الغله زينب تاكل الغله في السهريه دونك برشا قاعدين يمشيوا على المنويل نتاعو على المنويل فوالا دونك هذه دبارة كوارجي اليوم دبارة كوارجي